بفقرة هو لليوم معي مثل العادة الزميل مو خضرة. صباح الخير مو. صباح الخير زينب، كيف صحتك؟ الحمد لله بخير وانت؟ انا كثير منيح. اليوم بس موضوعنا اللي لا بس كنت بدي اقول لك انه مشهد الخميس بعده معلم كثير 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 صعب، كثير صعب العقل يتخيل انه بعده لليوم على الكرة الأرضية في لبناني ممكن يعني يمسك سلاح. للأسف كتير صعب، كتير بيأثر، خاصة لما بتكوني بعيدة. يعني بدي خبرك تفصيل صغير، اجاني بروجي عم جرب صنعه بلبنان، عم جرب صنعه ببيروت، لأنه هيدا واجبنا. يعني هيدا بالإضافة لأنك أنت بتعرفي لما بتستعيني باليد الحرفية اللي موجودة بلبنان رح يكون عندك برودكت هالقد قوي. بس المشكلة انه هيدا المشهد بخلي الشركة بتقلك تقلك قلنا لك ما تصنع هونيك. للأسف مو يعني محزن، بيضايق، ما بيستوعبوا العقل. صحيح بتزعل مو انه نحن اليوم هيدا الشباب يلي خسر كتير اصلا بلبنان، واضطر كل عائلة انه يسافر ابنها او بنتها او بي او ام لكرمال يعيلوا عائلتهم. بعدنا عم نتخانق على امور سخيفة، على امور نحن اذا بنقعد مع بعض بنحكي فيها بنعرف انه كل الجهات ما بدها الا تعيش بسلام. انت من الاشخاص يلي سافروا من لبنان ويلي دايما يمكن بتعطي صورة لبنان الحلوة، مو بتجرب قد ما فيك اليوم انك تبيض هيدي الصورة بالوقت يلي عايشين برا وبيحضرونا بيقولوا كيف هولي هيك عايشين. يعني منصير نستحي يعني نحن يعني بحالنا. اذا بس بدك تحط الحرب الاهلية على جنب، يعني 4 آب ما في الواحد عقله يتخيل انه ممكن بعد هيك انفجار بعد تشوفي لبناني على الطريق عم بقوس خيو. صح. يعني غريب، بشع، مأزي كتير. صحيح. بس بدنا نكمل. صحيح بدنا نكمل لأنه نحن مو يلي بدنا مثل ما سبق وقلت، يعني قد ما يكون في أشخاص عم بجربوا يبشعوا صورة لبنان وبشعوا صورة العيش المشترك، نحن حنضل موجودين لنقول لهم أنه لا، نحن بدنا نعيش مع بعضنا وبدنا نطور هيدا البلد للأفضل. ومن خلالك مو، من خلال هيدي الفقرة كمان يلي بتاخدنا على أوقات مواضيع كتير مهضومة، اليوم موضوع يلي منقيه ما بعرف، انا اقول مش لازم اسمعه انا، انه بدك تعلم الرجال استراتيجيات للتغلب على الخجل ضد المراه. ليه مش لازم تسمعي؟ انه لازم ما افضح الاستراتيجيه اللي بدكم تعتمدوها. لا 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 لا، لانه الخجل جزء من حياتنا، ضروري نعرف كيف نتعامل معه، الا لما بيكون عائق. يعني بلش الرجل يحس انه خجله عم بيكون عائق لحتى يكون عنده علاقة يمكن حميمية مع سيدة أخرى، أو يعبر شوي عن مشاعره، يمكن ما يكون خجول بشغله، بس ببعض المواقف يلي بتتعلق شوي بعاطفته أو كيف بيعبر عن مشاعره، هونيك بيصير في خجل. أنا بس بدي أكد أنه أنا ماني محلل نفسي، يعني لما بيكون الخجل يمكن ناتج عن مشكلة أعمق أكبر بحاجة لمتابعة نفسية، أكيد من واجب الرجل أنه يهتم بهذا الموضوع. بس بإطار هو دايماً نحكي عن الستايل وعلاقتنا مع الامرأة، يعني تحت هيدي الخانة هي يمكن في استراتيجيات بسيطة اليوم عن البيهيفير، يعني عن التصرف هيدا البسيط اللي ممكن شخص يكون حاسس بخجل. صح، يمكن انا اكون رجل واعي ومدرك انه انا عندي خجل بهيدا الموقف نوعا ما، انا قادر حله، قادر اشتغل عليه، لانه بالنهاية موضوع الخجل يعالج بالممارسة. هو موضوع it has to happen step by step، وفينا نعمل هيك اشياء كثير بسيطة لنتفادى انه يكون الخجل عائق بحياتنا، خاصة عند الرجل. هلا السؤال يطرح انه هل النساء بتحب الرجل الخجول؟ بعتقد نعم. بدي اسألك انا لك هيدا السؤال. بحب الرجل الخجول. ليك هلا انا بلاقي انه بين الخجل والتهذيب في شعره،
أنا ما بحب الرجل الوقح، بس إنه يكون خجول كتير لا، بحبه إنه يكون هيك وقت يكون الخجل نوع من مثل ما قلت لك هيك تهذيب معين. يعني ما بحب الرجل هيدا يلي كتير عنده ثقة بالنفس، يلي بيعتمدها بطريقة غلط ظنا منه إنه هيدي ثقة بالنفس. هلا يقال انه ربما الرجل الخجول بينسى انه هو عنده مواصفات بتعجب الامراه. حلوه. يعني يمكن مزبوط، يمكن الرجل الخجول بيوحي بوجهه بتعابير وجهه انه ممكن يفهمك اكثر كامراه، عكس الرجل يلي ثقته الزايده، ثقته كثير بنفسه زايده عن حدها. بالعكس هيدا الشخص بده يستوعب انه عنده كواليتيز حلوين، يعني هو ممكن يوحي بانه شخص قريب للقلب، ممكن يتفهمك اذا كنت زعلانه او اذا كنت معصبه، لانه خجله بفوت كمان ضمن اطار التهذيب يلي انت حكيتي عنه. بس اول نصيحه لكل رجل هيك بحس حاله خجول هو عن جد يحدد الانسكيورتي تبعيته. يعني انا بدي افهم بهيدي اللحظه لما انا بحس بالخجل، انا ليه حاسس بالخجل؟ شو سبب خجلي؟ من هون بقدر بلش احكي انا مع الشخص ونشتغل شوي على المشكل. اذا الخجل كان ناتج عن يمكن انسكيورتي إلى علاقه بالشكل، او إلى علاقه بيمكن رجل منه كثير مرتاح مع بشره وجهه، ما فينا نتجاهل هذا الموضوع. لا، ساعتها في امور بسيطه فينا نحلها، نحن قادرين يمكن نكون فت اكثر رجال، نشتغل على يعني هون مو يمكن عم نحكي عن الامور اللي ممكن تتصلح، اللي هي الامور المتعلقه بالشكل الخارجي. صح، اللي هي كثير اساسيه. أكيد. يعني ما فينا نعتبر انه الشكل الخارجي او مظهرنا او القصص اللي عم تعملنا انسكيورتي نحن كرجال على صعيد يومي منا مهمه. لا، هي كثير مهمه، هي جزء يمكن من كسر حاجز الخجل. حاجز الخجل. هلا في شغله كمان ضروري اقولها، انه انا ما بدي الغي خجلي، انا بدي اعرف كيف اتعايش معه وعيش معه وافهمه ويمكن احبه بمطرح من المطارح. يعني هي منا انه انا عم بجي بقمع انه انا لازم من رجل خجول اتحول لرجل مختلف، لا بالعكس. لا طبعا، وهو منه تهمه مثل ما قلنا، ويمكن الخجل عند الرجل اللي كنت عم تحكي عن الصفات الحلوه ممكن اوقات تخليه يكون شخص اخلاقي كثير اكثر من غيره، لانه وقت اليوم تكون انت بتخجل بالحياه بصير في كثير امور انت ما بتقوم فيها، وعاده بتكون مأذيه للشريك او لاشخاص اخرين موجودين بحياتك. يعني الخجل حلو عند السيده وعند الرجل وقت يكون له حدود معين، وحدوده هي الاخلاق، يعني بيكون نوع من الخجل الحلو. صح. هلا لا تفادي هيدا الموقف، يعني الموقف اللي اوقات الرجال بيكون في سيده كثير عجبته، عاده حلو ذهننا يفكر ستيب باي ستيب. يعني انا بدايه مش لازم اطلع بسيده واقول كثير عجبتني بتمنى اكمل حياتي معها، لا، يمكن ستيب 1 هي عبالي اتعرف عليها. أوقات الأفكار المسبقة عند الرجل الخجول بيوصل لعندها مقيد أو مبين على وجهه أنه خجول أو ملبك. فالبراب توك، هالحوار يلي ممكن نعمله مع راسنا بحيلا موقف منحس حالنا هيك خجولين فيه، بحل كتير أمور. وone of the practices يلي لازم الرجال يعملها هو أنه يظهر من his comfort zone. يعني إذا أنا كنت شخص بشعر بالخجل ضمن عجقة عالم أو بمطعم في كتير ناس، ساعتها بدي أعرف أنه على القليلة مرة بالجمعة حط حالي بموقف يمكن شوي ما بيشبهني أو شوي بيعرضني للخجل، بالتالي تلقائياً مع الوقت رح يبطل عندي هيدي الفوبيا اللي هو الخجل بيجي كمان شوي من social anxiety، يعني الشعور بانك موجوده بمطرح وكل الناس عم تتطلع فيكي. فهيدا له حلول اني اظهر اكثر مع شبابي، مع رفقات الشباب. وفي نقطه كمان النساء شوي بتحبها، النساء بتحب لما بتشوف رجل مثلا بمكان عام مع رفقاته السيدات، يعني ما يخاف الرجل انه يكونوا رفقاته سيدات نساء، بالعكس اول شيء بتقربه
من 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 ذهن المرأة وطريقة تفكيرها، والمرأة اللي عم بتشوفه من الخارج بتحس إنه هيدا رجل محبوب من قبل العنصر النسائي، وهذا الشيء يمكن بيعطيها ثقة أكبر فيها. يعني مثل ما كنت